عايز انتقل من ده لموضوع تاني متعلق بوزارة التخطيط. وزيرة التخطيط تفضلت بافتتاح المؤتمر الدولي اللي هو عنوانه نحو تمويل مستدام للتنمية. طيب حوالين ايه؟ حول فرص التمويل البديل في مصر. طيب نفهم بقى هنا كلمة اولا التمويل المستدام والتمويل البديل او فرص التمويل البديل معناها ايه المصطلحات دي؟ خلونا ناخد معانا على تليفون دكتور احمد كمالي نائب وزيرة التخطيط. اهلا بيك يا دكتور. مساء النور، ازاي الصحة؟ كله تمام؟ اهلا بحضرتك يا فندم. مهم عندنا ان احنا بعد اذنك يعني نفهم مصطلحين الاول. التمويل المستدام للتنمية عشان المواطن العادي مش هيفهم المصطلح، كذلك التمويل البديل. هيجي يقول لك طب يعني ايه تمويل بديل؟ ما هو تمويل يعني تمويل. اشرح لنا يا فندم بعد اذن حضرتك. تمام. هو التمويل المستدام ده يعني مصطلح خاص بالتنمية المستدامة. يعني التمويل المستدام زي ما حضرتك كده المشاهدين عارفين هو يعني التنميه اللي هو بياخد فيه اعتبار ثلاث ابعاد، ثلاث ابعاد اقتصاديه واجتماعيه والبيئيه. يعني التنميه مش بس مثلا بتركز على البعد الاقتصادي، في بعد اجتماعي، في بعد بيئي في التنميه. فلما بنقول مثلا التمويل المستدام يبقى ده بياخد بقى فيه مش بس بقى التمويل مثلا موجه لتمويل مثلا مشروع معين، بس بياخد فيه اعتباراته الابعاد الثلاثه اللي انا ذكرتها، هو البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي. فمثلا ان لو مثلا بنمول مشروع، ان المشروع ده ما يكونش ليه مثلا اضرار بيئيه، ان هو ياخد فيه اعتباراته البعد الاجتماعي مثلا في موضوع عداله التوزيع، في موضوع حكايه تمكين المراه. فده حاجه مهمه جدا، ودي طبعا مرتبطه ارتباط وثيق بتنفيذ الاجنده الامميه الخاصه بالتنميه المستدامه ورؤيه مصر 2030. ده الخاص بالتمويل المستدام، المصطلح الاولاني هو الخاص بالتمويل المستدام. انا عاوز اقول حاجه مهمه جدا، ان الموضوع ده يعني دلوقتي بقى على الصعيد الدولي مهم جدا، يعني ان المؤسسات الدوليه مهتميه جدا بالتمويل المستدام. يعني حتى في ضغوط دايما بان التمويل ما يكونش بس ليه تمويل مشروعات ويكون ليه بعد اقتصادي فقط، ولكن لازم يتم الاخذ في الاعتبار الابعاد اللي هي الخاصه بالبعد الاجتماعي والبعد البيئي. واحنا عارفين دلوقتي طبعا ازاي ان في العالم في اهتمام كبير قوي بالبعد البيئي، يعني وطبعا احنا مصر مستضيفه الكاب 27، فبرضه ده حاجه مهمه جدا جدا بالنسبه لنا. الجزء بقى الخاص بيه اللي هو التمويل البديل، يعني التمويل البديل معناه هو يعني ان هي في تمويل مثلا هقول تقليدي، يعني مثلا التمويل اللي هو الخاص مثلا من البنوك بطرح مثلا سندات، ده تمويل كل الناس عارفينه، ده تمويل تقليدي ومباشر. بالظبط كده. بس بقى في تمويل شويه غير تقليدي. غير تقليدي يعني مثلا حاجه زي ايه؟ المشاركه بين القطاع الخاص والحكومه ودي تمويل مشروعات معينه. مثلا بيسميها برايفت بابليك بارتنرشيب، الشراكه الخاصه بالشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص. يعني في مشاريع بتتعمل مش بس يكون تمويل مثلا جاي من الحكومه، بيكون برضه تمويل جاي من القطاع الخاص، بيبقى يتشاركوا لعمل مشروع مثلا معين. يعني مثلا القطاع الخاص بيبني المشروع مثلا وبياخد عائد بتاعه من الحكومه، فبيتحمل التمويل، بس العائد بقى بتاع المشروع ممكن ان هو ياخده من الحكومه. ممكن ان هو يبني المشروع يعني يشغله وياخد زي نوع من العائد على تشغيل هذا المشروع. ففي انواع كثيره من الشراكات بين القطاع الخاص والقطاع العام، وده بيعمل ايه بقى بالنسبه؟ غير ان هو كمان بيزيد من مساهمه القطاع الخاص، بس في نفس الوقت كمان بيخفف الاعباء على
الحكوميه. فده حتى بالنسبه لنا كحكومه مصريه ده حاجه بالنسبه لنا هامه جدا. ويمكن من شهور قليله كان في قانون تم الموافق عليه في مجلس النواب ومجلس الشيوخ الخاص بالشراكه في مع القطاع الخاص والقطاع العام، وهو قانون تعديل القانون عشان يحسن شويه من هذا الموضوع. ده يعني ده مثال. في حاجات ثانيه مثلا الصكوك اللي هي الصينيه، الصكوك برضه ده تمويل جديد. يمكن احنا عارفين ان في تمويل اسلامي وفي مثلا بنوك اسلاميه وفي بنوك لها فرع معاملات اسلاميه. دلوقتي كمان في حاجات زي ادوات ماليه بتتوافق مع الشريعه الاسلاميه وفي نفس الوقت ممكن ما نعتبرهاش قوي دين. تعرف حضرتك ان وشال المشاهدين ان يمكن في بعض المعاملات الاسلاميه في موضوع حكايه الدين ان هي سايده تبقى مقطوعه وتبقى محدده، ده يمكن مش يعني ديني ما يطلق عليه احيانا نظم المرابحه وما الى ذلك. بالظبط كده. فازاي بقى ان احنا نعمل هذا بقى النظام مش بس بقى مع شركات، لا مع دول. فده بيبقى فيه نوع من الاصدار للصكوك. في طبعا حاجه ثانيه السندات الخضراء مثلا. السندات الخضراء دي اخذتها يمكن مصر كانت رائده في هذا الموضوع. احنا اطلق من حوالي سنتين هي السندات الخضراء، ويمكن دي كانت اول مره سندات خضراء تتعمل في المنطقه. كان في اقتراح اقبال شديد عليها. برضه ده نوع من التمويل البديل. في دلوقتي تمويل كمان احنا اظن نزلنا سندات خضراء في اليابان مش كده؟ لا دي سندات اللي هي ساموراي. حاجه ساموراي يعني مظبوط ساموراي. لا دي حاجه ثانيه. شوف السندات الخضراء دي بتمول مشروعات، دي بقى هامه جدا بصراحه، مشروعات بتحسن من البيئه وتخفض من الانبعاثات. واحنا اكتشفنا برضه حاجه يعني في ما كناش فاكرين قوي ان في الموازنه العامه للدوله ان في مشاريع خضراء كتير. لما احنا ابتدينا ان احنا نبص اكتشفنا ان في مشروع كثيره جدا تتبناها الدوله المصريه وهي مشروع خضراء. يعني مثلا الناس يمكن الواحد ما بيفكرش في هذا الموضوع. يعني مثلا مشروعات الصرف الصحي المعالجه الثلاثيه اللي هي مثلا بتاخد الصرف الصحي وبعد كده بيطلع ميه ممكن يستخدمها مثلا في الزراعه واستخدامها في استخدامات اخرى. ده حاجه خضراء اللي هي بيعمل نوع من التدوير للمياه. ففي مشروعات اللي هي الحاجات اللي هي مثلا الاقتصاد الكهربائي والحاجات اللي دي برضه مشاريع بتخفض من الانبعاثات. مشاريع نتج انفاق بتخفض من الانبعاثات ودي استثمارات في طاقه بديله. بالظبط. يعني في حاجات كتير قوي دي بقى بتمول بايه؟ دي طب دكتور احمد هل 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 من الوارد ان الدوله ممكن تتوسع في الفتره الجايه في مساله تشجيع انشاء صناديق الاستثمار؟ لانه اظن انه ده هيبقى شكل من اشكال التمويل وفي نفس الوقت هو شكل من اشكال الاستثمارات المباشره اللي تضخ داخل البلد من خلال هذه الصناديق، فهيبقى صندوق استثمار قابل لاستقبال استثمارات محليه زائد استثمارات عربيه زائد استثمارات دوليه. والله انا سعيد ان حضرتك ذكرت هذا الموضوع لان ده كانت نقطه بقى ثانيه من التمويل البديل اللي هو احنا عارفين الموضوع كيس الصندوق السيادي المصري. الصندوق السيادي المصري هو يمكن كان فيه النهارده في هذا المؤتمر كان فيه جزء هام جدا على موضوع الصناديق السياديه واهميتها في التنميه المستدامه. وده تمويل من يعني ازاي ان انا اعمل اخلق شراكه بين الحكومة وبين القطاع الخاص في شكل بقى اللي هو الصندوق السيادي. الصندوق السيادي مثلا المصري، وده مش بس في صندوق سيادي، يعني في صناديق سيادية أخرى في دول أخرى بتعمل نفس الحكاية. إن بيكون عندنا نوع من الأصول اللي هي موجودة في الدولة مش مستغلة بطريقة جيدة. بالصناديق السيادية الوطنية بتاخدها وتقدر ان هي تعمل نوع من الشراكه مع القطاع الخاص. مظبوط. ده بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى ان هو مش بس ان انا بزود زي ما حضرتك بتقول ان هو في جذب بقى للاستثمارات وفي رؤوس اموال بتخش البلد والاستثمار بيزيد،
وفي نفس الوقت كمان ان هو بدل بقى ان مثلا حته ارض ولا مكان ولا غير مستغل او مش مستغل بطريقه جيده، انا وده بيبقى مش هقول عبء بس حاجه مش مستغله للدوله، اقدر انا اخدها واقدر ان انا ادخل فيها القطاع الخاص، وكده بيحسن من الاداء الاستثمار في مصر، وبيحسن اكيد من كمان جاذبيه مصر للاستثمار، ودي حاجه مهمه جدا. طيب هنا انا معلش انا اسف المقاطعه، طب ما هنا انا اقعد افكر في انه وليه ما يبقاش في عندي، وبرضه صححني لو انا غلطان، ان انا يبقى في عندي صندوق استثمار بغرض التمويل، فانا لو عندي انفستمنت فند بحط فيه استثمارات محليه وعربيه واجنبيه بغرض مثلا تمويل الافراد للشراء العقاري، العقارات اسعارها عماله بتزيد، وبالتالي ده هيؤدي الى تقلص حجم القدره الشرائيه، محتاج برنامج واسع زي المورجج اللي بيحصل في امريكا او بيحصل في اوروبا، فيبقى انا في عندي انفستمنت فند يمول الافراد للشراء على فترات طويله بقى تبقى 20 و25 سنه، مش بس عقار، هو ساعتها اقدر ان انا امولك على ايجار تمويلي، وامولك حتى على سلع استهلاكيه ومعمره وما الى ذلك، فاخلق حاله من حالات النشاط المالي او دوره راس المال جوه البلد. هل ده وارد ولا لا؟ لا هو ده وارد، بس ده مش ده دول السياسيين. لا انا يعني مش بتكلم على صندوق سيادي، انا بتكلم على صندوق استثمار، مش بالضروره يكون صندوق سيادي، الصندوق السيادي هيدير ويستثمر اصول الدوله. بالظبط بالظبط. لا هو طبعا حاجه زي كده ده حاجه هامه جدا، بس يعني مش لازم ان انا اخلق صندوق عشان اعمل حاجه زي كده، يمكن زي ما حضرتك عارف والساده المشاهدين عارفين ان موضوع حكايه التمويل العقاري ده يعني حتى في الدول المختلفه بيتعمل من خلال البنوك مثلا او من المؤسسات الماليه المختلفه. خصوصا البنوك، فهو يعني ممكن هو يكون حاجه احنا المفروض احنا يعني كدوله مصريه ممكن احنا او كحكومه مصريه احنا نهتم بهذا الموضوع، لان بصراحه التمويل العقاري في مصر يمكن محتاج نظره ومحتاج يمكن محتاج نظرتين ثلاثه الحقيقه يعني محتاج كمان اصلاح تشريعي، وكمان في قوانين معينه اللي انا اعرفه، انا ما اعرفش ده يمكن دقيقه، لا انا ممكن مع حاجات الاراضي الجديده صعب ان انا امولها بالطريقه العقاريه، زي حاجه زي التجمع، حاجه زي 6 اكتوبر، حاجات زي كده. ف يعني ده محتاج بعض من يعني التمويل موجود، انا بس عاوز حاجه مهمه جدا لازم اذكرها، يعني في تمويل البنوك عندها يعني تقدر ان هي تمول حاجات كتير، بس ساعات انها بتصطدم ببعض من التشريعات المعينه. ف الجزء ده ما بيحصلش في التنميه زي ما احنا عاوزين. من ضمنها هي زي ما حضرتك ذكرت، هو فعلا يعني حاجات التمويل العقاري ده حاجه هتفرق جدا في البلد، يعني انا ساعات طب أنا واللي يحلها لك يا دكتور في الاطار التشريعي زي ما هو؟ اديني جايزه. لا ما هو ما احنا كلنا بنخدم البلد يعني. ما انا هتديني جايزه ليس الا يعني مش عايز فلوس. احنا بنشتغل عشان بنشتغل طبعا هو جايزتنا كده، هي جايزتنا فعلا كده انه الامور تحلحل وتتحل وتنمو وتبقى كويسه ومزدهره. طب والله بجد انا في عندي فكره قاعده عماله بتلف في دماغي دلوقتي، اصلا بتاع اقتصاد، كنت خريج اقتصاد يعني، فقاعده في فكره في دماغي قاعده شغاله في مخي على حكايه التمويل العقاري، انا لازم اجي اعرضها مره على حضرتك والله اذا امكن يا دكتور. يعني حضرتك تتفضل في اي وقت. يا رب يخليك. واحنا كمان يعني بس عشان حاجه نكوي وزاره، احنا وزاره والتنميه الاقتصاديه طبعا، وده التنميه الاقتصاديه ده مهم، يعني مش بس ان انا بخطط وبعمل مثلا خطط للدوله وبتاع، انا كمان التنميه حد ذاته تنميه اقتصاديه. صحيح. والتنميه بجميع اصوات يعني اشكالها ده هدف هام جدا طبعا من اهداف الوزاره، فحضرتك طبعا يعني ايه تنور وانا اتشرف حضرتك. لا العفو، ما تقولش كده خالص. اشكرك يا دكتور، كل الشكر ليك يا دكتور، كل الشكر دكتور احمد كمالي نائب وزيره تخطيط، حديث كان على مسألة التمويل المستدام للتنمية وفرص التمويل البديل وفكرة وجود يعني أشكال مختلفة لأجل التمويل والاستثمار في بلادنا. أشكرك مرة ثانية دكتور أحمد كمالي.